مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في مدينة أوتوا وكل المدن الكندية بيحاولوا يزينوا المدن عشان الأعياد، أعياد الميلاد ورأس السنة. زي ما أنتوا شايفين وراي منظر رائع جدا، يعني الأضواء في كل مكان، منظر خيالي. بدي أورجيكم يعني تشوفوا كل شيء. أورجيك، طلع هون، طلع هدول اللولي بوبس أو المناظر هاي الحلوة، منظر رائع. هذا يعني جزء بسيط راح يسووا كل الشوارع، وخاصة في وسط البلد. انزلوا على البلد بالليل، جميلة جدا. ما انتم شايفين وراي هذا الساين تبع الكريسماس، الهاشتاج كريسماس، يعني اشي طبيعي. بس شوفوا الاضاءة، شوفوا المكان. طبعا هذا المكان اسمه تيدي بليس، حكينا عنه اكثر من مرة، بسوي شغلات كتير كتير رائعة فيه. في كل سيزن له شغلة، فلازم لازم تيجوا تحضروا وتشوفوا هاي الأضواء، تجيبوا معكم أولادكم. حورجيكم الآن شجرة أعياد الميلاد الموجودة في أوتوا. خليكم معنا. هاي الشجرة زي ما انتم شايفين مزينة بإضاءة جميلة جدا جدا جدا، شجرة كبيرة حلوة. وشوفوا الأضاءة، شوفوا اللولي بوب. Anyway، إن شاء الله تستمتعوا بهذا الفيديو، وحنورجيكم فيديوهات تانية إن شاء الله قريب. It's caught in the crossfire.